تستيقظ صباحا لتقوم بمهامك اليومية المعتادة، تذهب إلى عملك، تمارس هواياتك، ثم تذهب إلى التسوق، وبعد هذا اليوم الطويل تعود لمنزلك لتكمل ما تبقى من مسؤولياتك، تعتني بمنزلك وتعتني بأطفالك وتلعب معهم، ثم تكمل ما تبقى من عملك. وبعد كل هذا اليوم المليء بالمسؤوليات تشعر بألم في رأسك. هذا الألم في رأسك هو ما يسمى بالصداع. يتم تصنيف الصداع على أنه صداع أولي أو صداع ثانوي. الصداع الأولي هو الصداع الذي يعد بحد ذاته المشكلة الطبية الرئيسية، والتي قد يساهم معها عوامل أخرى مثل توتر العضلات، الأدوية أو الجفاف أو التغيرات الهرمونية. الصداع الثانوي يرتبط الصداع الثانوي بحالة طبية أساسية، ومن الأمثلة على ذلك الصداع الناتج عن إصابة الرقبة أو مشاكل في العين أو الفك أو الأسنان أو التهاب الجيوب الأنفية. كيف يمكن التفريق بين الصداع الثانوي عن الأولي؟ هناك 4 أعراض يمكنها أن تفرق بين الصداع الثانوي عن الأولي. أن يكون شديدا للغاية ويوصفه المريض بأنه أسوأ صداع في حياته، يرتبط بفقدان الوعي أو أعراض أخرى مثل الضعف أو التنميل أو الصرع. أن يكون الصداع لم يسبق له مثيل، وأن يكون في سن 50. وللتأكد من الصداع الثانوي لابد من إجراء الفحوصات الآتية: أولا الأشعة المقطعية، ثانيا التصوير بالرنين المغناطيسي، ثالثا البذل القطني. أنواع الصداع: أولا صداع التوتر أو ما يعرف ب tension like headache، هو أكثر أنواع الصداع شيوعا، يحدث بسبب تصلب العضلات المحيطة بالرأس مثل الرقبة أو فروة الرأس، ويمتد الألم في جميع أنحاء الرأس بما في ذلك المناطق الأمامية. يمكن أن يكون عرضيا فيستمر من 30 دقيقة إلى أسبوع، أو قد يكون مزمنا فيستمر 15 يوما أو أكثر في الشهر. يكون ثنائي الجانب وغير نابض، ويمكن للمريض عادة أن يعبر عنه على أنه يشعر كأن هناك شريطا ضيقا يلتف حول رأسه. غالبا ما يكون مزعجا ولكنه غير معيق أو مرتبط بأعراض أخرى. ثانيا الصداع النصفي أو migraine، هو اضطراب يتفاقم بسبب المجهود البدني وقد يكون معيقا. يكون الصداع النصفي صداعا نابضا أحادي الجانب ذو شدة متوسطة إلى شديدة، ويستمر من 4 إلى 72 ساعة، يترافق مع أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء ورهاب الصوت والضوء. ثالثا الصداع العنقودي أو cluster like headache، وهو من أشد أنواع الصداع إيلاما، يصيب جانبا واحدا مع مدار العين، ويستمر لمدة من 15 إلى 180 دقيقة، يرافقه أعراض أخرى لا إرادية بما في ذلك تدني الجفون أو الدموع أو سيلان الأنف أو احتقان الأنف. علاج الصداع: يختلف علاج الصداع باختلاف نوع الصداع، ففي حالة صداع التوتر ينصح باستخدام المسكنات البسيطة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين والأسبرين، ولكن لا ينبغي استخدامها لأكثر من 2 في الأسبوع، لأن استخدام المسكنات على المدى الطويل قد يسبب ما يسمى بالأنالجيسيك ريباوند، وهو أن يصبح الصداع بعد ذلك مقاوما للمسكن ولا يستجيب له. ثانيا العلاج الوقائي لصداع التوتر: نستخدم العلاج الوقائي عندما يعاني المرضى من الصداع لأكثر من 7 إلى 9 أيام شهريا. في هذه الحالة يمكن استخدام الترايسايكليك أنتي ديبريسنت كخط أول للعلاج، وهي أدوية مستخدمة في علاج الاكتئاب، ولكن في هذه الحالة نستخدمها بجرعات أقل من تلك المستخدمة في علاج الاكتئاب مثل التريبتيزول أو الريميرون.
الكوبول أو الإيفوكسور XR. وكخط ثاني للعلاج يمكن أن نستخدم الأدوية البسيطة للعضلات مثل التيزانيدين أو السيردالوت. أما بالنسبة لعلاج الصداع النصفي فيمكننا أن نقسم العلاج على حسب شدة الصداع، ففي الحالات البسيطة أو المتوسطة يمكننا استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مع مضادات القيء والإكثار من شرب الماء كخط أول للعلاج، أو استخدام الباراسيتامول مع مضادات القيء والإكثار من شرب الماء كخط ثاني للعلاج، وكخط ثالث يمكننا إضافة الأسبرين إلى الكافيين إلى الباراسيتامول مع مضادات القيء والإكثار من شرب الماء، مع الانتباه إلى أنه يجب استخدام مضادات القيء مثل الميتوكلوبراميد لمدة لا تزيد عن 5 أيام لتجنب آثارها الضارة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإكثار من شرب الكافيين يمكن أن يزيد من الصداع النصفي. أما في حالة الأعراض الشديدة للصداع النصفي فيمكننا استخدام تلك الأدوية المستخدمة في الحالات المتوسطة، ولكن مع إضافة التريبتان كخط أول للعلاج، أو استبداله بالإرجوت ألكالويد كخط ثاني للعلاج. العلاج الوقائي للصداع النصفي. العلاجات الدوائية الرئيسية المستخدمة للوقاية من الصداع النصفي هي مضادات الصرع والترايسايكليك أنتي ديبريسنت والبيتا بلوكرز. يعتبر التوبيراميد علاجا فعالا في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن لأنه يرتبط بفقدان الوزن، والديكساميثازون وريدا يمنع عودة الصداع النصفي، ولكن يفضل البريدنيزولون عن طريق الفم على الديكساميثازون أثناء الحمل. علاج الصداع العنقودي. يمكننا استخدام السنتريبتان حقنا تحت الجلد كخط أول للعلاج، وكخط ثاني يمكننا استخدام الزولميتريبتان كبخاخة أنفية، وكخط ثالث نستخدم السامتريبتان ولكن على هيئة بخاخة أنفية، أو الزولميتريبتان على هيئة أقراص، أو الليدوكين كبخاخة أنفية. العلاج الوقائي للصداع العنقودي. يعتبر الفيرافاميل الخط الأول كعلاج وقائي لكل من الصداع العرضي والمزمن. قبل تناول الفيرافاميل يجب إجراء الـ ECG لاستبعاد بطء القلب. يتم أيضا استخدام التوبيراميت والجابابنتين والميلاتونين كعلاج وقائي.